السنة تنقسم سلامات العيد عندنا على عدة أقسام، فيها قسم خاص بالعرب كلهم، وفيها خاص بالأهل والأقارب، وفيها خاص بالأرحام. يعني أول ما تطلع من المسيت أو أول ما تسيت لازم إذا الواحد عنده أمه تعيش يصير له، حرمه مربتنا يصير له، أبوه يعيش يصير له، أول شيء نسلم على الوالدين بالمثل، يعني الوالدين أو اللي ينوب عنهم. يعني الواحد يطلع من العيد عنده أبوه وأمه في بيت يصير لهم أولهم، لو إن شاء الله في إمارة ثانية، لو في مكان بعيد يصير لهم هم. إذا ما يقدر يوصل لهم يسوي لهم تليفون. ولد يدرس في أمريكا ولا يدرس بقعة بعيدة من البلاد، من يخلص صلاة العيد على طول سوى تليفون، السلام عليكم، مبارك عيدكم، وبارك لهم بالعيد. هذا أول شيء. عقب الواحد يسلم على ربعه ويصير عند الجماعة اللي هم يعني يعزون عليه، أصدقائه يمر عليهم كلهم لين الظهر، سلام العيد عندنا لين الظهر حق العامة. يعني المساء يبدأ الأرحام، وهو ثلاثة أيام في العيد فقط، ما حد يسوي عقب العيد يقول سلام، عقب ثالث العيد يقول مبارك عيدكم، انتهى. ثالث يوم يخلص هذه الشغلة. عقب العصر يعني من العصر وساير أنت تصير حق الأرحام، يعني عندك أخت مكان بعيد، عندك ولد عم في بقعة شوية أبعد عن البيت اللي عدالك، أنت ما رح توصلهم هاي الساعة لأنك أنت يعني أول شيء تسلم على الجريبين اللي عدالك. فأنت بتصير مثلا عند أختك خلنا نقول في العين، ولا في رأس الخيمة، ولا عند خالاتك مثلا في بقعة، ولا فتصير تسلم على أرحامك هاي اللي أنت ما تتواصل وياهم دوم. سلام العيد واجب، يعني حتى اللي ما تقدر توصله يعني يحتاج انك اليوم تتصل به حتى تسوي له تليفون، ما يضر، ما بلازم نحن يعني نتمسك باشياء قديمه، قديما كانوا كلهم في بقعه واحده. يعني اللي ساكن في العين انت ما ترمس تسلم عليه في العيد، كانك قاعد ساير على الرشاب ما ترمس تسير. فانت اليوم الوضع اختلف، الدنيا تقربت زياده، كان تروم تركب موترك وتسير ساعه زمان وترد تسير. هذا سلام العيد الاولي. اليوم الثاني بعد نفس الشيء، الصبح للعامه من عقب المساء، أو الصبح للي بعد بتصير له العرب كل شوي بعد أبعد. واليوم الثالث نفس الشيء، إذا جسمت عليه خص الواحد إذا عنده وايد أهل، يعني عنده مثلا ست عمومة ولا سبعة، وهاي اللي بعد منقسمين كل حد في بقعة، وهاي اللي عندهم عيال، فأنت اليوم عائلتك وايد عودة تستوي. العيد يقارب بين الناس ويعزز التلاحم الأسري اللي هو منه تنبعث هذه المجتمعات، ومنه تستوي المجتمعات بشكل أكبر وأكبر وأكبر. بارك عيدكم، وعساكم إن شاء الله العايدين السالمين، الفايزين الغانمين، كل سنة وكل حول إن شاء الله. السنة